التغيير اتجاه اللعب على جهة اليمين يا إيبار. 76 سنة لكن بدون أي لقب بدون أي بطولة في تاريخ هذا النادي. الكرة في الجهة اليمنى محاولة من إسكيلانتي أرجنتيني وكرة عرضية داخل منطقة الرأس. فعل هيبار 5 دقائق في برنابيو، عرضية في منتهى الروعة وراسية جميلة في شباك كيلور ناماز. إيبار بدأ المشوار، فران ريكو في منتهى الروعة راسيته في اللقطة الماضية. غفلة دفاعية يا كريستيانو، حذاري من هذا الإيبار لا يكون مزعج لكم هذا اليوم. كم هي بداية مشوقة لإيبار، هفوة من المدافعين لوحده ريكو. وين فران؟ بعيد فران. وين كارفاخال؟ بعيد كارفاخال. وين هالعرضية الجميلة في اللقطة الماضية من جانب المدافع الأيمن كاباب؟ وبعد ذلك إيبار يسجل هدفا تاريخيا، نعم، لأنهم للمرة الأولى يسجلون في مرمى ريال مدريد، للمرة الأولى يسجلون في مرمى ريال مدريد. أو هذا بيدرو ليون اللي تعلم الكثير من ريال مدريد، تعلم الكثير من أجل الحصول على الفوز. كان يتحدث عن هذا الأمر، اللاعب الذي ساهم في حصد فريق لأكبر عدد من النقاط وهذه البداية القوية بتسجيله لـ5 أهداف. محاولة من جهة اليسار لكريستيانو، رونالدو يصل عن جهة اليسرى، رونالدو محاولة مرور، رونالدو عاد مر كريستيانو بعرض أجمل ارتقاء وأجمل رأسية وأجمل عودة وهدف مدريدي في الدقيقة 17. كريستيانو عدى البي بي سي، عادوا للعمل مرة أخرى. بيل بالرأس، بيل بالقدم، ما فيش مشاكل عند غاريث. عرضية رونالدو الجميلة جدا وغاريث بيل لوحده متروكا، وأيضا مضايقة كانت من المدافع دوس سانتوس، وصل متأخرا. ارتقاء رائع من جانب غاريث بيل، وهدف ثالث على المستوى الشخصي لبيل في الليغا، وهدف أول لريال مدريد في هذا التوقيت المهم جدا مع الدقيقة 18. هدف مقابل هدف، عودة مدريدية سريعة بعد مضي 18 دقيقة الآن. تعادل في هذه المباراة.